السلام عليكم شباب، معكم محمد الحمودي من قناة Amazing Game. لكم فيديو جديد جراند مع جلتش الاختفاء الرابع، انك تختفي. بس هذا الجلتش مش يعني وايد حلو، ولا جلتش عادي يعني نفس كل الجلتشات. فوش ان هذا الجلتش اعتقد انه الوحيد اللي موجود في القرية، الباقي كله كان موجود في المدينة. يعني هذا هو المكان عند الكافتيريا ومطعم بقالة، شوفوا متي هذا هو. حاول انك تنقز فوق الشجرة هاي، وبعدين تنقز بعد مرة تدخل. او ما تدخل تقدر تمشي. فتبين اسمه تشوفون هنا في شراطي، وفي واحد ميت هناك مسوي مصيبة. فاكتشفت ان انت تقدر تضربهم وهم ما يقدرون يضربونك، يعني شيء وايد حلو في الاونلاين. ان في بعض الناس يزعجونك فتي هني تضربهم وهم يقدرون. بغيت تطلع على الزاوية ينزلك هني. فبس هذا كان كل الفيديو، ان شاء الله عجبكم. اذا عجبكم الفيديو اضغط زر اللايك واشترك في القناة. اشتراكك يعطيني دافع اني انزل فيديوهات. فاتمنى ان اي واحد يشوف الفيديو يشترك في القناة. وعن اخبار عن تحديث 1.16، انا قلت في موقع اجنبي انه يقولون بينزل مع الجيل الحديث اللي هو بلايستيشن 4، ان اللعبة تنزل شهر 11 او 12 اعتقد. فبينزلون تحديث معاه، ما اعرف ان هذا الخبر مؤكد او لا، بس هذا اللي سمعته. فإن شاء الله عجبكم الفيديو، شكراً.